تقول السائلة: لها أخ حصل بينها وبينه سوء تفاهم، فحلفت ألا تدخل بيته، لكن الزوج أصر عليها أن تدخل وتزور أخاها، ماذا يلزمها؟ نعم. لها أخ حصل بينه وبينها سوء تفاهم، فحلفت ألا تدخل بيته، لكن زوجها أصر عليها أن تزور أخاها، ماذا عليها؟ هذا هو الواجب عليها، وزوجها محسن في هذا، فتزور أخاها وتصل رحمها وتكفر عن يمينها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فمن حلف لا يفعل خيرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم.